ننتقل إلى موضوع آخر. مؤسسة وطن الإمارات ومع بداية العام الحالي بدأت بتنفيذ برامج وطنية للحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ عناصرها لدى الشباب والناشئة. مؤسسة وطن الإمارات تضمنت نشاطاتها خلال الربع الأول من العام الحالي عددا من النشاطات التي تسهم في تعزيز ممارسات الانتماء والولاء والمواطنة الصالحة، إضافة إلى التعريف بالقيم الإماراتية المجتمعية. إذن يسعدنا أن نلتقي في استديو دبي هذا الصباح بسعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطن الإمارات، لنتحدث أكثر حول البرامج الوطنية والمجتمعية خلال الربع الأول من العام الحالي في مؤسسة وطن الإمارات. ونقول يا هلا وصبحك الله بالخير. أهلا وسهلا فيك، سعادتك معنا ويسعد صباحك. صباح النور والسرور، وسعيد بتواجدي مرة ثانية معك. شكرا جزيلا، نحن أسعد. بداية سعادتك، يعني ما هي أهداف البرامج الوطنية المجتمعية التي تقدمونها أنتم في مؤسسة وطن الإمارات؟ الأهداف واضحة، نحن ركزنا يمكن في تركيزنا كامل كان على الناشئة والشباب، لأن الناشئة والشباب تفكيرهم الذهني لسه بادي، فأنت تبغي تعزز فيه روح الانتماء والولاء، تبغي تعزز فيه هويته الوطنية الإماراتية، تبغي تدخل مفاهيم القيم الإماراتية. فأسهل الناشئة والشباب بأنك أنت تقبل هذا الشيء، لأن الكبير أو الأدلت خلاص تشكل ذهنيا، فيصعب عليك أنت ممارسة. فأنت نحن بهذا نحن ياسين نحصن المجتمع الإماراتي، وايضا ليست هي البرامج لان احنا لم تكن مقصوره على الاماراتيين فقط، ولكن في نفس الوقت الاماراتي والمقيمين ايضا، لانهم شريحه كبيره من المجتمع، وهذا يمكن ما يميز مجتمع الامارات. التعايش السلمي الموجود هناك، التسامح اللي موجود في الامارات، خلى اهميه تواجدنا ودعمنا للاماراتيين والمقيمين موجودين في نفس الوقت. جميل جدا. طيب ما الذي يتضمنه برنامج سفراء وطن الامارات قياديين 2020 في نسخته الثالثة؟ نحن البرنامج هذا يمكن تم تصميمه وتخصيصه بالتنسيق مع اكسبو 2020، وهو خلق جيل يمكن بادين مع الناشئين الى 2020 بيكونوا هم اكثر مؤهلين لإدارة العملية. نحن لسنا بحاجة الى متطوع يقف هذا، ولكن نحن محتاجين يمثل الإمارات، لديها القدرة على إدارة العمل التطوعي، لديها القدرة أن يكون مسعف، لديها القدرة أن يكون في نفس الوقت مدرك للمواضيع اللي حواليه. لن تتمكن الشرطة من توفير كافة، ولكن أنت كمتطوع تدرك ماذا يجري حولك، ممكن أي إنسان يسألك عن أي نقطة أي مفهوم. ف هذا الحمد لله نحن المجموعة نشكر معالي شمل المزروعي، لأن هي رعت هاي المجموعة وخرجنا الدفعة الأولى والثانية، والآن قريبا هناك بصدد تخريج الدفعة الثالثة. الآن في دفعة ثالثة، وفي دفعة رايحة إن شاء الله قريبا إلى الصين، ونحن ركزنا فيها بيكون على الابتكار وليس يكونوا مطلعين على التكنولوجيا، لأن اكسبو 2020 يتكلم عن اكثر شيء عن المعرفه عن التكنولوجيا، فانت تبغي تخلق هذا الجيل اوريدي متصل، يعني مو بشيء جديد عليه لكن مكمل للموضوع، وان شاء الله بيكونون بياض وجه شكل ما نقول مثل ما كانوا في البحرين وفي بقيه الدول. بالفعل ان شاء الله مالكم الا بياض الوجه، لانه ما شاء الله الشباب الاماراتي لو تلاحظي في الاعمال التطوعيه ساندي دائما الشباب الاماراتي سباقين في التطوع. صحيح، في الصفوف الاولى دائما. والبحرين في البحرين قاموا بعمل اهداء، وكانوا البنات حوالي 60 أهدوا البحرين، عمل من بنات زايد للبحرين في اليوم الوطني أيضا في البحرين شاركوهم، وكانت مفاجأة. في اليابان السفير نفسه قال تفاجأت فيهم اليابانيين، يعني قالوا نحن كنا خوفين من مفهوم العرب والصورة، ولكن بانتقال هذا إلى الشباب ولأنهم عاشوا كم من يوم معاهم في الأسرة غيروا مفهوم الأسرة اليابانية عن الإماراتيين. لهذا أنهم يتمنون الحين يا سيارات أن نحن بني الإمارات بنشوف الإمارات بهذا التغيير البسيط والتمثيل. صحيح.
المميز واللي هم متعودين على عيال زايد. يعني جميل انه اهداف البرنامج يعني تتعدى فقط تدريب النشء على ان يكونوا قياديين، بل ايضا تمثل صحيح. الامارات والعرب باجمل صوره ممكنه، فهذا شيء مشكورين جدا عليه. طب خلينا نتحدث سعادتك ايضا عن تفعيل نشاط برنامج قافله التسامح قليلا، هذا البرنامج الاخر كذلك. البرنامج الحمد لله يعني شغال من قبل ما تكون عام التسامح. نحن نجحنا جزء كبير مع المؤسسات العقابية وادخلنا البرنامج على أساس أنه ليس برنامج كان في السابق، يعني هم يعتمدون على برنامج ليس فقط ديني، ولكن هذا خلنا نقول السجين أول شيء أن هناك في أمل بعد قضاء فترة العقوبة اللي عليك. هم لاحظوا هالشيء وطلبوا المزيد من البرامج لأن لاحظوا في تغير كامل في هذا المفهوم. نحن ايضا فعلنا يمكن السنه الماضيه في رمضان كان نتكلم عن افطار صائم، فقلنا نحن بنخلي الموضوع من المحتاج لهذا الافطار، فركزنا على عمال البناء اغلبهم في هذاك الوقت هم راجعين، فحددنا في مواقع تقريبا 8 خيام انهم يفطرون، ولم نغلقها على المسلم فقط ولكن فتحناها للجميع. وللعلم هناك من أسلم بسبب المعاملة، عندما يشوف وزيرة هي اللي تقدم له، الشيخة والشيخة لبنى ما نشكرها يعني دائما هي متعاونة يعني هي اللي تقدم له، هذا له مردود طيب ومردود صحيح. إيجابي جدا على هذا. زائد أن حطينا لهم قبل الفطور محاضرة ليست محاضرتي ولكن تتكلم عن التسامح، وانت هذا كمقيم أيضا انت اذا فهمت شو دورك دوره في الامارات وشو كيف يقدر يخدم وكيف يكون ايجابي اكثر منها. نعم. انت ايضا حصلت، وكانت النتائج ان البعض اسلم، وهناك بعض الشركات تطوعوا في الفتره من 5 هذا يسكر ويشتغل، يعني انت دخلت المجتمع كله يشتغل فيه، يعني اجمل اثر ممكن نتركه على الناس. الحمد لله تبارك الرحمن انه وطني شركه او مؤسسه وطني الامارات لها مشاركات عديده وكثيره ومشكورين على هذا الشيء، ومنها مشاركة شهر القراءة الوطني، لو نتكلم على هذا المبادرة أو المشاركة. شهر القراءة نحن مشاركين في كل مكان، وشاركنا أيضا في خورفة كانت تقرأ، يعني لأن نحن نطاق عملنا ليس فقط في دبي ولكن على مستوى الإمارات وفعلنا فيه، ونشكر أيضا معالي نور الكعبي، وهناك أن هي احتوت جزء منه وشافت البرامج اللي عندنا، وإن شاء الله بتكون هناك مفاجأة قريبا مع وزارة التربية الثقافة إن شاء الله. مفاجأة يعني لا نستطيع الإعلان عنها، ما في شيء حصر للدبي إن شاء الله، عشان خاطركم إن شاء الله. نحن بصدد تحويل كتاب شهيد العلم، وهي كانت على شكل أنيميتد، يعني مجرد صور، هذا تخليد ذكرى أول شهيد إماراتي سالم السهيل. نحن نفكر الآن نحوله إلى فيلم أنيميتد قصير رسوم تحركة، لأنه هو يتكلم عن عمل بطولي مدة 6 ساعات وكيف قاوم ورفض ينزل العلم لتسليمه واستشهد وهو يدافع عن العلم. فأنت هاي الرسالة إذا توصلها بدورها للطلبة، نحن سوينا الكتيب ووزع ومرتين ثلاث طبعناه، وما زال هناك طلب، وللعلم الطلب احنا تفاجأنا من المقيمين وخاصة الأجانب انه ليش انتم ترجمون لنا اياه، نحن نبغي نفهم القصة. هذا كان في اقبال ايضا، فكان يعني المعرض كان سويناه في إمارة في دبي مول، تفاجأنا ان العدد نحن كم يوم كان العدد 22,000 اللي ما شاء الله. اصبح الاهتمام في قراءة هالشيء. انت عندك، انا اتكلم دائما ويا الشباب، انت عندك أعمال بطولية في الإمارات، فأنت لازم تبرز هالجانب بدل ما تهتم في الجانب الثاني. بالفعل يعني بدنا نقول الله يرحم كل شهداء الوطن يا رب، وكل التوفيق لكم في المبادرات القادمة سعادة الضرار. طيب خلينا نقول كلمة توجهها لكل شاب إماراتي أو كل مقيم في دولة الإمارات بإيجاز. كلمة. أنا لا أوجه للإماراتي والمقيم، لكن أوجه للجميع. الإمارات أمانة في أعناقنا نحن كنا، وأمانة لدى الجميع، فنحن والحمد لله ليس كإماراتيين ومقيمين، نحن كلنا عيال زايد، فلا نرتكب أي شيء وسفراء لهذه الدولة، بالعكس لازم نكون التمثيل الأفضل، التمثيل الإيجابي،
لهذه الدولة، ولهذا ما يميز عيال زايد. نعم. وبنات زايد ايضا ما نقدر نقول بس عيال زايد عشان ما يزعلوا. الله القوة يا رب. اذا كان معنا مشاهدي الكرام سعادة ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الامارات، شكرا لك على الكلام الجميل وهذه النصيحة. شكرا جزيلا لك.